كازا ديما كتبان لي انا عامره زبل، اي قنت فين ما مشيتي ولكن صحاب صحاب النظافه كيجيو يديروا اللي عليهم، ولكن المواطنين شويه ما فهمتيني، هادشي علاش الزبل فين ما مشيتي كتلقاه. انا كتجيني كازا شويه مسخه اللعيبات، او بنادم يعرف فين يحط الزبل بعدا، ومشي زعما يشوف بلاصه عامره بالزبل يجي يحطي فوق، خصنا شويه ولا قاد شي كريطينه ولا شي لعيبه ويتجمع الزبل، ملي بقينا داك الشيء مروان لعيبات وهذا يجي يحط الزبل من هنا وهذا يبط يحط الزبل من هنا، صافي راه غادي يدوز هذاك كميو الزبل غادي يشوف داك الشيء غيهز شويه وغادي يزيد. خص المسؤولين هما اللي يتكلفوا بهذا الشيء، زعما ما عندي ما نقول لك انا في هذا الشيء، هما اللي غادي خصهم ينقيو مره مره يردوا البال، يعني يراقبوا شكون اللي كيجمع شكون اللي ما كيجمعش، الدراري الصغار يقدروا يمرضوا. يعني ضروري غادي يمرضوا حيت صغيورين دغيا ما عندهمش الجسم اللي غيستحمل داك التلوث. هاد الزبل مرضنا عينينا ودارنا بحال الحساسيه عينينا، والله فما درتي كتلقى الزبل، فما درتي كتصيب الزبل حشومه. احنا خصنا عنا حنا نقيو روسنا ماشي نتسناو دوك الناس مساكن تا ينقيو لينا، اللي دا عنده شي ميكا يصوبها يعقدها ويلوح في الطارو ولا يحطها كان الطارو عامر. القضيه ديال الزبل راه مشكل فهمتيني، حنا كنعانيو منه، حنا ولاد كازا كنعانيو منه راه من ديما من عقلت على راسي من صغري. حتى الوعي ديال الشعب ما كاينش الوعي، راه ديغنييغمون جابت الجماعه دي بوبال وجابت شحال من حاجه، وكتشوف الناس دابا تيهزو داك البوبال تيستعملوه في شي حوايج ديالهم، ها اللي تدير فيه الزيتون، ها اللي تدير فيه الليمون، فهمتيني؟ يعني المسؤوليه كتنقسم على جوج، على الشعب وعلى الحكومه على الدوله. اون بليس دو المجلس البلدي وشنو خاص دير كازا كمدينه، خاص المواطن بعدا يكون فعال وينقي حداه باش كومسا يد في يد كازا ان شاء الله تولي نقيه.